ماركي فيري اللي بتسيليكون كل شي بخير. اش كتعودوا؟ بدي ان شاء الله عندي واحد الاكله وبنشاركها معكم. عندي هنا الروبيان اللي هو القبرون، ها هو غسلته مزيان، نقيته وغسلته، حكيت عليه شويه ديال الثومه، وغادي ندير عليه الدقيق، جوج معالق ديال الدقيق على حسب الكميه اللي درتو ديال الروبيان، وغادي ندير معلقه ديال النشا. عندي شوية الخرقوم، عندي شوية الإبزار، شوية الإبزار، عندي شوية الكمون. شوية سكنجبير، سكنجبير ونعصر شوية ديال الحامض، نعصر الحامض، ندير شوية ديال صويا صوص، نخلط هاد الخيط هكا، إلى هدا خاصو ندير معاه شوية ديال الما، نزيد ليه شوية الما. نحصل على القوام اللي انا باغي، باش نخلطو نخليه واحد شويه حتى يشرب هاد الشرموله ديالنا، وديك الساعات نطيبو. ان شاء الله الدقيق اللي غادي نقلي فيه هذاك الروبيان ديالنا القمرون، عندي هنايا الدقيق ياك، وغادي ندير زيت النشا حتى هو، النشا ملعقه كبيره ديال النشا اللي درت، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه باش كيجي مقرمش حتى هو. غادي ندير مع شويه مليحه، شويه مليحه، وندير التوابل اللي درت، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الكركم والخرقوم، نخلط هذا الخير هكا، نمشي
جانبا حتى نبداو نقليو. وعندي هنا زلافه ديال الماء، زلافه ديال الماء، وغادي نوريكم ان شاء الله كي غادي نبدا نقلي. هنايا اندومي درت عليها شويه ديال الماء باش ما بغاش يمش حتى يضيع كطيب. ايوا عندي هنايا نقيله فيها الزيت كتسخن، نشدو دابا هاد الكروبيان ديالنا هاهو، ونغطسو هداك الدقيق مزيان، ونديروه في الماء هكا ضايع، ونلوحوه ضايع. طابق غادي ندير شويه صويا صوص نقسم عليها، والبهارات بطبيعة الحال جات معانا الدومي ديالنا. نحركوها تيحركو شي هاد الخليط هو الشكل الأخير البنات كي تيجي. المهم هدا الزواق على حساب اللي بغا، وغادي نزيد عليه جوبي شيدر. وهنايا اندومي بالكفته. الكفته كما كنخدمها دائما معكم في لي بات داكشي اللي عملت، وتا هي غادي نسوقها شويه ديال الفرماج. ايوا بالصحه والراحه، واللي كتوحل تسمح لينا هكذا الشكل ديالو الاخير. ايوا بالصحه والراحه.